تعتبر بأن القراءة هي الآن من النقاط الأساسية اللي يمكن لها تساعد الطفل باش يتمكن من اللغة العربية. وهذا برنامج اللي تم تطويره بتعاون مع الوكالة الأمريكية الدولية، واللي من خلال هذا التعاون في واحد إطار ديال واحد المشروع اللي انطلق أكثر من 5 سنوات، واللي هذا المشروع ساعد باش تكون واحد المراجعة ديال كل منهج البيداغوجي، وأيضا توفير كل أدوات اللي يمكن تساعد للمعلمين باش يواكبوا هذه المراجعة، وباش يكون التكوين ديالهم اللي يمكنهم من كل هذه الآليات الجديدة اللي بغيناها إن شاء الله يكون عندها أثر جد إيجابي بالنسبة ديال الجودة واكتساب التعلمات من طرف الأطفال اللي هما في الابتدائي. It is an honor for the US Embassy to work under the leadership of the Ministry of National Education to launch the distribution of the supplemental reading materials for children across Morocco in Morocco's 8,000 public primary schools. It is so important for children to read and write well in Arabic. This is essential for their future. The ministry knows this, USAID knows this, so we are so proud to work under the leadership of the ministry. إن كان هذا العمل له أهمية فهي أن ينشر هذا الحب للقراءة ما بين الأطفال، وأن تشكل هذه القصص والكتب نواة لإثراء المكتبة المغربية في مرحلة التعليم الابتدائي بمزيد من هذه الأعمال التي هي في الحقيقة نحن في أشد الحاجة إليها. الأطفال عندهم الرغبة وعندهم الحب للقراءة، وما علينا إلا أن نقدم الأدوات التي يمكن أن تساعدهم، فمنها تكوين الأساتذة والأستاذات، منها التقويم وغيرها من المكونات التي في الحقيقة هي محط اهتمام مديرية المناهج في وزارة التربية الوطنية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.